وفي خبر عاجل، أعلن مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إلقاء القبض على الإرهابي هشام عشماوي أمير تنظيم داعش في درنة. وقد قال مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للجيش الليبي إن قوات الجيش الليبي تمكنت فجر اليوم الاثنين من القبض على الإرهابي المصري في عملية نوعية تمت بالاشتراك بين كافة أفرع الجيش الليبي. للتعليق على هذا الخبر العاجل معانا على التليفون سيادة العقيد حاتم صابر الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي. أهلا بك سيادة العقيد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقة يعني لما نقرأ عن هشام العشماوي نجد أن له يد في كل أو معظم العمليات الإرهابية التي تمت في مصر، وأنه يتم القبض عليه اليوم من خلال الجيش الليبي، يعني ده إنجاز كبير. نسمع من حضرتك أهمية هذه العملية والقبض على هشام عشماوي. هو أولا طبعا شخصية هشام العشماوي هو كان ضابط في الجيش المصري، وثم تحاكم بتهمة الانضمام الى تنظيمات او الانتماء الى تنظيمات فكريه متطرفه، ثم غادر الاراضي المصريه الى الدوله السوريه وانضمامه للتنظيم الخاص احد فروع تنظيم القاعده جبهه النصره، ثم عاد الينا الى عبر انفاق غزه لينشئ او لينضم الى جماعه انصار بيت المقدس التي كانت في الاصل مواليه لتنظيم القاعده، ثم اشترك في العديد من العمليات التي استهدفت التمركزات الامنيه للجيش المصري وقوات الشرطه، منها عمليات كرم القواديس، عمليات الواحات، المساعده بالاشتراك في محاوله اغتيال وزير الداخليه الاسبق. كل هذه العمليات اشترك بها هشام عشماوي بالتخطيط والتنفيذ بالفعل، الى ان قام بالتنفيذ مؤخرا في العمليه التي استهدفت اختطاف النقيب محمد الحايس، الى ان قامت القوات المصريه بتحريره بعد تضييق الخناق على هذا التنظيم في مثلث العمليات ترفح الشرذويل العريش. غادر هشام العشماوي بواسطه او بمعاونه مخابرات اجنبيه الى خارج الدوله، ثم اعاد الدفع مره اخرى بمعرفه هذه المخابرات الى الاراضي الليبيه للاعداد وللتمركز للاجهاز على الامن القومي من الاتجاه الاستراتيجي الغربي، بعد ان انشق عن تنظيم انصار بيت المقدس واعلن بنفسه انضمامه الى تنظيم خاص به انصار المجاهدين موالي للفكر الجهادي لتنظيم القاعده. حاول اكثر من مره استهداف الامن القومي المصري عبر الاتجاه الاستراتيجي الغربي. اهميه القبض على هشام العشماوي انه دائما التنظيمات الارهابيه تعتمد في تشكيلها على خلايا عنقوديه لا تعرف بعضها البعض تحت اماره امير هو حلقه الوصل بينها وبين اجهزه المخابرات وبين عناصر التمويل. فسقوط هشام العشماوي يعني يعتبر ضربه موجعه مؤلمه لكافه اجهزه المخابرات المعاديه التي كانت تحرك او تشغل هشام العشماوي للتأثير على الأمن القومي. طيب يعني احنا بنؤكد انه تم القبض عليه بواسطة الجيش الليبي، وفي هو طبعا اعلن نفسه امير داعش في درنة الليبية، وزي ما ذكرت حضرتك خطورة هذا الارهابي، لكن هل هناك يعني تعاون ما بين الجيش الليبي والجيش المصري، لانه بالتأكيد يعني لابد من تسليمه لمحاكمته في مصر؟ بالتاكيد هنالك تنسيقات تجري على اعلى مستوى لمحاكمته داخل الاراضي المصريه للعقاب على ما اقترفه في جرائم طبعا في حق القوات المسلحه وحق الشعب المصري بالكامل. برضه لا سيما ان هذه العمليات تمت بتنسيق مخابراتي متكامل ما بين اجهزه الامن المصريه وبين الجيش الليبي، ويؤكد مرارا وتكرارا ما اكده السفير بضروره دعم الجيش الليبي الجيش الوطني الليبي حتى تستقر الاوضاع الامنيه في الدوله الليبيه، تحقيقا لقيام الدوله الليبيه مره اخرى واعاده السيطره عليها كامله. جميل. طيب يعني كما ذكرت حضرتك سياده العقيد انه القبض على امير هذا التنظيم الارهابي يعتبر ضربه قويه جدا في مقتل للارهاب. توقعات حضرتك بقى ما الذي سوف يحدث بعد ذلك؟ هل يعني نشهد ايضا مجموعه من القبض على عناصر التنظيم بقى طالما سقط اميرهم، يعني اللي طبعا هو اللي بيضع كل الاستراتيجيات وكل هذه يعني الخطط الارهابيه طبعا المتوحشه؟
بالتأكيد يا فندم، أنا ذكرت لحضرتك في بداية مداخلتي أن التنظيمات الإرهابية تعمل بنظرية الخلايا العقدية التي لا تعرف بعضها البعض، ولكن تقع الإمارة حول أو قيادة هذا التنظيم إلى شخص يكون موثوق فيه، هو حلقة الوصل ما بين التكليفات الخارجية وبين عناصر التنفيذ وكذلك تلقي التمويل. سقوط هشام العشماوي وإن شاء الله سيخضع لعمليات استجواب سوف تؤدي بالضرورة إلى كشف مفاتيح كثيرة جدا من خطوات التنظيمات الإرهابية ليست في ليبيا فقط ولكن في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما النفوذ المخابراتي القطري التركي في الأراضي الليبية وكذلك محاولة استهداف الأمن القومي في مثلث شمال سيناء اللي هو رفح الشيخ زويد العريس. أعتقد أن عمليات الاستجواب مع هشام العشماوي سوف تؤتي بثمارها طبعا. من خلال معرفة مفاتيح هذه التنظيمات وكيفية تدخلها في الأراضي الليبية وكذلك محاولة التأثير على الأمن القومي المصري. أشكرك جزيل الشكر سيادة العقيد حاتم صابر الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي. طبعا خطوة عظيمة، القبض على إرهابي طبعا موجود في ليبيا، وكما قال سيادة العقيد أنه حيتم تسليمه إن شاء الله للسلطات المصرية لمحاكمته على كل ما اقترفه. يعني وإحنا بنجهز للحلقة اشتركوا في تقريبا معظم العمليات الإرهابية الغاشمة اللي حصلت في مصر، وبالتأكيد أيضا له تأثير كبير في عدم استتباب الأمن في ليبيا الشقيقة. ودي صورة الإرهابي هشام العشماوي اللي انشق طبعا وأصبح أمير تنظيم داعش في درنة الليبية، وأكيد يعني كل التحية والتقدير للقوات المسلحة الليبية التي تمكنت من القبض على هذا الإرهابي المصري الهارب.